أبنائي بناتي جروب ساينسز فن فور إيفري ون. هنكمل كلامنا النهاردة مع جونيور 6. تمام. إحنا الفيرست ترم. تمام. ده فيديو نمبر 2. تمام. الفيديو التاني خلينا نبدأ يعني نراجع بسرعة بس اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الماس، خدنا فيها الديفينيشنز، اول حاجة خدنا تعريفها، تاني حاجة خدنا فاكتور افكت اون ماس، العوامل اللي بتأثر على الماس، وقلنا ان هو عامل واحد بس اللي بيأثر عليها، amount of matter. واتكلمنا عن الديفايز. تمام. المفروض ان احنا دلوقتي هناخد اليونت. تمام. يعني احنا هنا خدنا definitions وبعدين factor effect defies، دلوقتي هناخد ايه يونت ونكمل الويت. طيب measuring unit of mass، ايه هي الوحدات اللي انا بقيس بيها الماس؟ عندي في منهجي 3 جرام كيلو جرام and ton. جرام كيلو جرام ايه and ton. جرام من اسمه لما بنروح نشتري مثلا خاتم او الدكتور بيكتب ميديسن في الروشته بتاعته بيقول لي بالجرام، بيستخدم الجرام. لما بنروح نشتري حاجه ذهب بنستخدم الجرام. يبقى الجرام ده سيوتابل فور سمول ماسز. طب هو عباره عن ايه؟ قال لك ايكوال ذا ماسز اوف وان بيبر كليب، مشبك ورق معدني اللي هو بيبقى شكله عامل كده، يبقى هو يعادل او يكافئ كتلة مشبك ورق معدني. تمام. هو كتلته قد كمية المادة اللي موجودة جوه مشبك ورق معدني، مناسب للجولري اند كيميكالز. تمام. طيب بعد كده كيلوغرام عبارة عن ايه؟ قالك كتلته قد ايه؟ قد لتر مية نظيفة مقطرة في درجة حرارة عادية، يعني لا بتغلي ولا متلجة. يعني لو انا مثلا داش عندي 2 band balance، ميزان بكفتين. تمام. وعندي الكفة دي فيها حاجات بيقولوا لي ان هي كيلو، وانا عايزة اتأكد ان الحاجات دي فعلا كيلو. لو ما عنديش وزن يعادل الكيلو ممكن اجيب بشفشق الخلاط بتاع ماما في البيت، احطه تحت الحنفية الفلتر. تمام. تحت حنفية الفلتر واخد مية مقطرة نظيفة ما يكونش فيها شوائب تزود كتلته يعني. تمام. واحطها في الكفة هشوف لو لتر هيعادل كيلو، لو لتر مية هيعادل ايه كيلو، لو 2 لتر مية هيعادل 2 كيلو، لو 2 لتر مية هيعادل 2 كيلو. تمام. طيب نكمل. يبقى تعريف الكيلوغرام، it is equal the masses of 1 liter of distilled water. distilled يعني مقطرة، مية نظيفة مقطرة يعني متفلترة كذا مرة ما فيهاش شوائب. water at normal temperature يعني لا هي سخنة ولا هي مغلية ولا ساقعة. تمام. يبقى الكيلوغرام يعادل كتلة لتر من الماء المقطر في درجة الحرارة العادية. بستخدمه في حاجات large mass بس مش very large، large بس، such as fruit meat cheese زي الفواكه واللحوم والايه والجبن. طيب 1 جرام ايكوال 1000 كيلو جرام، كلام قديم من بتاع سنه رابعه. تمام. نيجي بقى نشوف الطن الكبير خالص، لما مثلا نكون بنقيس حديد، بنوزن عربيات، عايزين نبني عماره وبنقيس الخامات، بنستخدم لها وحده اسمها طن. طن suitable for very large masses. very large masses مش عليك التعريف بتاعه، عليك هو مناسب لقد ايه وقد ايه. مناسب ليه؟ مناسب للحاجات الكبيره. هو قد ايه الطن الواحد؟ 1000 كيلو جرام. 1000 كيلو جرام. نراجع بقى الميجرنج ديفايس، هقسمهم لنوعين، 2 arm scale موازين ليها ايدين، 1 arm scale موازين ليها ايد واحده. 2 arm scale موازين ليها ايدين، 1 arm scale موازين ليها ايد واحده. مين الموازين اللي ليها ايدين؟ احنا اشهر حاجه بنروح عند اي حد بتاع
خضار او فاكهة، او حتى عمو اللي بيبقى ماشي في الشارع بيبيع خضار على العربية، ده بيكون فيه كده طاستين. طاستين الطاسة الواحدة اسمها بان، طاستين يبقى تو بان بالانس، تو بان بالانس، تو بان بالانس، تمام، اللي هو ده. ومن كتر ما هو موجود في كل حتة بقى منتشر، فقاموا مسمينه ايه؟ كومن بالانس، قاموا مسمينه كومن بالانس. في بقى ميزان تاني برضو، ده شكله اللي بيبقى مرسوم على كروت المحامين وبيبقى مرسوم على المحاكم من فوق، ميزان كده ليه من هنا كفتين، تمام. وزمان كانوا بيستخدموه في قياس الذهب لانه بيحس باقل وزن، فهنسميه سنسيتيف بالانس. هنسميه سنسيتيف بالانس، هنسميه ايه؟ سنسيتيف بالانس، الميزان الايه؟ الحساس. خلاص. طيب بعدين ده كده انا خدت ايه؟ خدت النوعين اللي ليهم تو ارمز، النوعين اللي ليهم تو ارمز، كومن بالانس سنسيتيف بالانس. يبقى فروم تو ارم سكيل ايه؟ كومن بالانس اند سنسيتيف بالانس، تمام. او مثلا سنسيتيف بالانس از فروم تو ارم سكيل، كومن بالانس از فروم ايه؟ تو ارم سكيل، تمام. في بقى موازين عندها ايد واحده، عندها كفه واحده بتحط عليها الوزنه، زي الديجيتال سكيل. الميزان ده بيبقى موجود في عند العلاف وعند العطار وعند الراجل اللي بيبيع مكسرات، الحاجات اللي الى حد ما غاليه، يعني مش غاليه لدرجه انها تكون زي الذهب، بس في نفس الوقت مثلا مش رخيصه لدرجه ان انا اقبل فيها غلطه فيها 15 20 جرام، تمام. فده اسمه ديجيتال سكيل، ديجيتال سكيل نفس الشكل اللي في الصوره ده، تمام. في بقى سكيل ويز بوينتر، بوينتر معناها مؤشر، مؤشر هو ده شكله، ده شكل الميزان. ده سهل، ويعني بتهيالي ده كمان متوفر في البيوت لانه سعره رخيص، تمام. اهو تمام، بنحط هنا الحاجه اللي عايزين نوزنها. ليه بقى اسمه ويز بوينتر؟ عشان هو هنا عنده حاجه شبه الساعه كده، تمام. الحاجة اللي شبه الساعة دي لما انا بحط وزن بيبدأ هو ايه؟ يلف معاها يلف معاها يلف معاها، تمام، وبيغير وبينحرف المؤشر على حسب زيادة الوزن. فالمؤشر ده الديفايس ده، الجهاز ده اخد اسمه من اسم المؤشر بتاعه، تمام. طيب دلوقتي في هنا سؤال جبريزو، تمام، يعني بيجي كتير، بيقول لك هنا you should put the scale in stable shelf، يعني ما ينفعش تحطه بيتهز ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، تمام. طيب ليه لازم احطه على حاجه ثابته ما بتتهزش ولا يمين ولا شمال؟ تخيل كده لو انا عندي ميزان بكفتين وانا كنت حاطه مثلا على رف مايل كده، هيبقى الناحيه دي دايما ايه؟ تقيله. يبقى انا لو بوزن هحس ان انا كفيت الحق بتاع الميزان قبل ما ايه؟ قبل ما يكمل يعني مثلا كيلو التفاح مثلا 8 تفاحات، لو انا مميله كده هياخد 7 ويديني ايحاء ان هو خلاص كده اتوزن، يبقى انا كده عملت حاجه حلال حرام، لا مش ما ينفعش، تمام. يبقى الوزنه دي صح، لا الوزنه كمان غلط، يبقى لا هو صح، لا الوزنه صح ولا من الناحيه الحلال ان هي حلال. يبقى احنا هنا لازم ايه؟ نحطه ان ستيبل شيلف، لازم نحطه على رف ثابت. ليه بقى؟ to avoid error، عشان نتجنب اخطاء القياس، تمام، او to avoid vibration which make an error، عشان نتجنب اي اهتزاز ممكن يعمل ايه؟ اخطاء، تمام. طيب لو انا بقى عايزه اجيب estimated liquid masses، عايزه اوزن حاجه ليكويد، عايزه اوزن شويه زيت، هل اجيب الزيت اكبه على كفه الميزان؟ مش منطقي، صعب قوي يعني ان انا اجيب زيت واكبه على كفه الميزان واقول كده ان كفه الميزان تمام، واقول ان كده ارجع لمه ازاي، يعني مش منطقي. المهم طب اوزن ازاي؟ قالك انت بتجيب الاول الكاب اللي انت هتوزن فيه، او الكونتينر اللي انت هتوزن فيه، كوبايه مثلا هوزن فيها شويه زيت، هجيب وزنتها هحطها على الميزان وهجيب وزنتها، وزنتها دي هقول ان اسمها M1، تمام. وبعدين مثلا M1 دي طلعت 100، الكوبايه وهي فاضيه 100، رحت انا حاطه فيها الزيت وراجعه وزناها تاني، تمام. يبقى الوزنه التانيه
ام 2. طيب لقيتها 150، يعني في الحاله الاولانيه كانت 100 ولما زودت عليها الزيت بقت 150. يبقى في الحاله دي الزيت بكام؟ ب 50. عرفنا ازاي؟ عملنا subtraction، طرحنا ام 2 ماينس ام 1، طرحنا الكتلة الكبيرة من الكتلة الصغيرة. كأن مثلا بقول ايه، ان انا كان مثلا معايا محفظة فيها 100 جنيه، اديتها لك رجعتها لي فيها 120 جنيه، يبقى انت حطت لي في المحفظة كام؟ 20 جنيه. عرفت ازاي؟ عملت subtraction، عملت ماينس، طرحت. تمام. طيب احنا كده هندخل في الويت. تمام. افضل ان احنا نقف نذاكر درس الماس وناخد فيديو جديد للويت مع بعضه عشان حتى سهولة التحميل. أشوفكم على خير. السلام عليكم.